السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من برنامج صوتكم. مشاهدينا، نستمع إلى تعليقاتكم ومشاركاتكم من خلال أرقامنا التي ستظهر أسفل الشاشة أمام حضراتكم بعد قليل، وأيضا من خلال خدمة الواتساب التي تقدمها قناة الرافدين، والتي أيضا بإمكانكم من خلال الرقم الخاص بالواتساب أن تشاركونا برسائلكم وتعليقاتكم. طبعا اليوم الموضوع سيكون عن الوضع الاقتصادي في العراق. في البداية سنتحدث عن قضية إضراب المعلمين والموظفين في كردستان العراق، تحديدا في محافظة السليمانية. الإضراب يستمر، كثير من الموظفين لم يتحصلوا على رواتبهم حتى هذه اللحظة، وبالتالي هو إضراب عام، غضب شعبي كبير، تساؤلات كثيرة عن أسباب تحمل المواطنين نتيجة أخطاء السياسيين. لماذا يتحمل المواطنين هذه طبعا هذه الأخطاء، هذه السياسات؟ وأيضا الموضوع المتعلق بقضية العقاب الجماعي الذي تفرضه حكومة أو تمارسه حكومة حيدر العبادي، حكومة المركز، على المحافظات في إقليم العراق، في شمال العراق. طبعا قضية ثانية سنتكلم عنها إن شاء الله في هذه الحلقة هي قضية المؤتمر إعادة الإعمار، القروض التي تحصل عليها العراق، القروض السابقة أيضا التي تحصل عليها العراق والتي لا يعلم أحد أين ذهبت، الديون التي ستفرض على هذه القروض، وكذلك النتائج المترتبة طبعا على استمرار العراق بسياسة الاقتراض والسياسات الاقتصادية الخاطئة بشكل عام. مشاهدينا الكرام، نذهب إلى فاصل قصير ومن بعده نعود، ابقوا معنا. عندنا بوزارة الدفاع عقد يشترون 12 طيارة، الطيارة الواحدة سعرها 975,000 دولار. ألف دولار بيش اشتروها؟ ب 13 مليون دولار. يعني عقد قيمته 11 مليون دولار وشوية، دفعنا كمسيون رشوة، يعني سرقونا سرقونا. هؤلاء 144 مليون دولار بزمن حكومة الأبطال. ما عندك نزاهة تشتغل صحيح، نزاهة تشتغل على الفقراء، ما تشتغل على الديناصورات. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام. نبدأ بأول موضوع، كما تحدثنا عن قضية إضراب السليمانية. طبعا مصادر محلية أكدت أن إضراب المعلمين في أكدت إضراب المعلمين في محافظة السليمانية وأنه مستمر حتى هذه اللحظة. الموضوع احتجاجا طبعا على عدم صرف رواتب المدرسين ومخصصاتهم من قبل الحكومة في بغداد. طبعا المدارس في السليمانية أغلقت أبوابها أمام الطلاب قبل أكثر من شهر، ويعني الموضوع هو أن تبقوا في منازلكم حتى تحل هذه القضية، قضية رواتب الكادر التدريسي. مخاوف كبيرة أيضا بصراحة، يعني على الرغم من الغضب الذي يعتري المعلمين والمدرسين، إلا أنهم في نفس الوقت هم خائفون على مستقبل هؤلاء التلاميذ نتيجة الانقطاع ربما قد يكون لفترة طويلة عن الدراسة، وبالتالي هذا الموضوع أيضا سيؤثر على استمرار المرحلة التعليمية بالنسبة للتلاميذ. أكثر من 500 مدرسة مغلقة وأكثر من 700,000 طالب يعني يجلسون في المنازل بسبب طبعا تأخر صرف الرواتب والإضراب العام الذي يقوم به المدرسون. 50,000 مدرس ومعلم مضربون عن العمل بمحافظة السليمانية. نتابع مع حضراتكم الآن هذا المقطع، جزء من الاحتجاجات والإضراب الذي يقوم به المعلمون في محافظة السليمانية، فلنشاهد. نطالب بتدخل السريع. شعارات كثيرة مرفوعة، أين هم من انتخبوا؟ فرقوا ما بين الناس وما بين التنافس السياسي. كثير من الشعارات المرفوعة لي طبعا توجه، هي رسائل توجه إلى هذه السلطة، سواء كانت في كردستان أو سواء كانت حكومة العبادي وهي الحكومة المركزية المفترض أن تكون هي المسؤولة عن جميع العراقيين.
عقاب جماعي، عقاب جماعي تتعرض له المحافظات الشمالية، يتعرض له المدنيون في المحافظات الشمالية، كثير من المحافظات العراقية بشكل عام، ولكن قضية الاستفتاء التي حدثت والتبعات التي ترتبت على موضوع الاستفتاء والانتخابات التي جرت، العقاب الآن يستمر، المواطنون لا يتحصلون، الموظفون لا يتحصلون على رواتبهم، وبالتالي هو تعميق للأزمة الاقتصادية، يعني طبعا تدهور للوضع الاقتصادي، للوضع المعيشي بالنسبة للمواطن. هذه الأمور ستقود المواطنين إلى ربما طرق مختلفة في الرغبة بالحصول على المال، ربما قد تكون طرق غير مشروعة، ربما قد يدخل إلى طريق العنف وطريق الصراع. لا أحد يعلم إلى أين تقود هذه الضغوط وهذه العقبات وهذه العقوبات الجماعية التي تفرض على المواطنين العراقيين بشكل عام. أين تقود هذا المجتمع؟ إلى أين ستقود قضية استمرار قطع رواتب الموظفين، الكادر التدريسي كان أو أي كادر آخر في أي محافظة من محافظات العراق؟ استمرار هذه الظاهرة إلى أين سيقود بهذا المجتمع؟ كثير من الأمور الخاطئة التي تحدث في العراق، حلول قليلة، طبعا عدم رغبة بإيجاد حلول واقعية من أجل إنهاء الأزمات الموجودة في العراق، إن كانت اقتصادية أو عسكرية أو غيرها من الأزمات. معنا اتصال؟ طيب فقد نصل نستمع أو نقرأ رسالة السيد مبروك من الإمارات، يقول: تحية لك أخي محمد وللقناة البطلة والكادر الأصيل. يقول: لم يعد خافيا على أحد أن الخطة الإيرانية الساعية لتفريس العراق سائر على قدم وساق، تنفذ بإشراف مباشر من الولي الفقيه من قبل ميليشيات منضوية. طبعا كامل الاحترام والشكر طبعا للسيد مبروك من الإمارات. الموضوع اليوم سيكون عن، كما ذكرنا، الموضوع اليوم عن الأزمة الاقتصادية التي يعيشها العراق، قضية إضراب المعلمين، قطع الرواتب، وسنتحدث عن مؤتمر إعادة الإعمار الذي جرى في الكويت، الأموال التي تحصل عليها العراق. الموضوع اليوم هو موضوع اقتصادي إن شاء الله في حلقات أخرى سنناقش قضية الميليشيات وقضية إيران. طيب يكمل هنا سيد مبروك، يقول: لما توقع أن أرى يوما يتم حمل اسم العراق من قبل حفنة من الفاسدين والسراق المتسلطين ليستجدوا باسمه وتاريخه وإرثه العظيم وهو منكسر، ويطوف به البلدان توسلا وتسولا، ويجعلوه محطة عطف لمن فقدوا المروءة والرحمة والإنسانية. طبعا يقول: لا أريد أن أزيد من أحزانكم، فكلكم أيها الإخوة تعانون منذ سنين من غصة العراق الذي فقدناه بتفرقنا وسيرنا كالقطيع خلف المخادعين الذين تمكنوا بدهاء ومكر من تحطيم ذلك البلد وسلبه من حاضره العرب أو حاضرة العرب عفوا، والذي كان يوما سدا منيعا للريح الصفراء ومقبرة الفتن الهوجاء التي اجتاحتنا من كل حدب وصوب. السيد مبروك من الإمارات، أشكرك للمشاركة. طيب معنا السيد أم محمد من السليمانية، تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. شلونك أخي محمد؟ أهلا وسهلا أم محمد، تفضلي، حياك الله. والله هو إحنا ما شاء الله، إحنا ما شفنا من هاي 14 سنة غير الفساد والدمار والتهجير، يعني ما شفنا يوم حلو بحياتنا. صار 14 سنة من ورا هاي الحكومة، وأتمنى الشعب العراقي يوعى، أتمنى الشعب العراقي يوعى على الفاسدين وما ينتخب واحد منهم. حسد جنون، ما ينتخب واحد من دول اللي دمروا العراق مرة ثالثة. جو على تدمير العراق. أشوف صيف كامل وأشهر ما مطرح. تتوقعين أم محمد، تتوقعين الحل بس بعدم الانتخاب؟ والله هي مو بس انتخاب، يعني هي الانتخابات اللي راح تجيبهم للسلطة وراح همنا يتفرعون علينا وهمنا راح دمار. لا أنا أقصد هل الحلول الموجودة قدام المواطن العراقي انه بس ما ينتخب؟ يعني تعتقدين انه رحيل السياسيين الموجودين هي بقضيه عدم الانتخاب؟ ما ممكن الناس ما تروح تنتخب وتجي امريكا وايران وبطريقه مثل اللي حصلت ب 2010 وغيرها من الانتخابات، وتجيب اي شخصيه وتحطها وتقول لك هاي انتخابات نجحت بنسبه 70% على سبيل المثال والصناديق جاهزه وموجوده. يعني اخويا ام الزوانه من اللي توجعنا، اللي ما ينتخب يروح يسوي انتخابات او يسوي هاي الشريحه مالت البطاقه
زين، لا لراتب لا لحصة لا إلى يعني كلها لغوها. نعم كلها لغوها. زين ما ظلت يعني نقول يعني نقول بس وعسى الله سبحانه وتعالى يغير هاي الشكول العلاقة ترجع مثل ما كان. تعال شوف المدن المحافظات الديالة وغير ديالة شو صار بيها. طيب أم محمد حتى لا نتوسع بالفكرة اليوم الموضوع حبدأ وياك، حضرتك من السليمانية واضح، إضراب عام بكل المدارس بالمحافظة، أكثر من 500 مدرسة مغلقة، أكثر من 700 ألف طالب قاعدين بالبيوت، 50 ألف مدرس أضربوا عن العمل، رواتب ماكو، حكومة تتعاقب الناس بالمحافظات الشمالية، محافظات شمال العراق لأنهم شاركوا بموضوع الاستفتاء، عقاب جماعي لكل المدنيين على سياسات خاطئة ربما من حكومة إقليم كردستان. ليش الناس تتعاقب؟ شنو ذنب الناس؟ هم جو عقوبة الناس تخريب، هم رواتبهم بالا مثل ما هي، لكن الشعب العراقي لا إلى أمان لا إلى راتب لا إلى يعني فد شيء. خلونا حارين زماننا والله العظيم، قلت بس المرتاح ماكو، أريد بس الله سبحانه وتعالى خلصنا من هالزمرة هذه الفاسدة اللي دمر الشعب العراقي. ما إن حيل بعد ما عندنا قضية، واحدنا صار الشاب صار شاي من القهر ومن القلق ومن الخوف. زين يعني إلى متى؟ ما عندهم إحساس، ما عندهم غيرة، يعني والله العظيم هسه من شفت ذاك اليوم، شفت هذا المحافظ مال الكويت جزاء الله ألف خير، والله إن شاء الله يخليها الكويت الأمن والأمان إلها، اللي شوف شلون إنسان مثقف يحكي بجلده يحكي بعمله مخلص، أقول يا ربي ما جيت إلا واحد مثل هذا العراق. ليش احنا الشكل الياهل يجينا فاسد فاسد؟ اذا دمروا الشعب العراقي، دمروا قلاده، خلوا البنيه التحتيه مالته دمار في دمار، النفط اخذوه، المي هاك، شوف حتى حتى جزهم شوفوها. شكرا ام محمد، شكرا للمشاركه، اشكرك ام محمد للمشاركه، وضحت الفكره. طبعا الاضراب الذي حدث في محافظه السليمانيه جاء الرد طبعا من المحافظ، محافظ السليمانيه هفال ابو بكر، طالب المدرسين والمعلمين في حدود المحافظة بالعودة إلى قاعات الدراسة وإنهاء المقاطعة. أيضا قال بأن جميع مطالب الأساتذة شرعية، وأن قطع أرزاق الناس جريمة كبرى، إلا أنه يجب ألا يتم مقابلتها بالعقاب المماثل، مشيرا إلى أنه يجب على الأساتذة ألا يغلقوا قاعات الدراسة، لأن الرواتب ستعوض في أي فترة أو مع أي حكومة. طبعا الموضوع هذا، هذا التصريح بالذات أو هذه المطالب من محافظ السليمانية، عودة الناس إلى عودة المدرسين تحديدا إلى مدارسهم وفتح قاعات الدراسة وغيرها، نعم هو أمر مطلوب، خاصة بأنه سينعكس بالضرر على الطالب العراقي، على التلميذ الذي يريد أن ينهي المرحلة الدراسية ويدخل بهذا الموضوع. ولكن أن ترى حكومة، أن ترى أنت كمدرس حكومة تعاقبك بلا سبب، أنت مجرد شخص تعيش في هذا البلد تعاقب بلا سبب، تعاقب على أخطاء سياسيين، سياسي يخطئ، النتيجة طبعا تترتب على أنه أنت الشخص اللي تعاقب وتتضرر باقتصادك بحياتك براتبك. المواطن من حقه أنه يظاهر ومن حقه أنه يعتصم، أصلا يجب على أهالي الطلاب، ربما يرى البعض هكذا، بأنه يتضامنون مع الكادر التدريسي. من أجل شاهدنا أصلا بعض الحوادث تحديدا في البصرة، مجموعة من الطلبة تظاهروا أمام وزارة التربية أو دائرة التربية وقتها في المحافظة من أجل صرف رواتب الكادر التدريسي. الطلاب تضامنوا مع المدرسين، أنت كمحافظ يعني الفكرة أنه لا تبعد فقط المشكلة أو يعني تحصر المشكلة بقضية الرواتب وتحاول تهدئ الأوضاع بأي تصريح، يجب عليك أن تتضامن مع الموظفين الذين لم يتحصلوا على الرواتب، وإلا تكون وسيلة لتهدئة الأوضاع وتميع القضية وإذهاب حقوق الآخرين. طبعا هي نصيحة توجه. عندنا رسالة، طيب نسمع السيد أبو خالد من قطر وبعدين نقرأ الرسالة. أبو خالد تفضل. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. حضرتك محمد كيف؟ حياك الله أبو خالد، تفضل، أهلا وسهلا. يبقى الله يبارك. الله يسلمك. أخي العزيز، إذا من 2005 مصروف الميزانية العراقية 900 مليار دولار أكثر، لا هذا اللي اعترف فيه، هذا اللي انعرف، اللي بين على إعلام، هو في زمن المالكي، في زمن المالكي فقط قرابة 840 مليار دولار، في زمن المالكي فقط 8 سنوات. زين أي نعم تفضل. طيب
فانتوا شلون تريد تبنون بلد وشلون تريد تبنون العراق؟ شلون تريد تسوون الطريقه هذه؟ يعني سؤال ابو خالد، الان دنشاهد دنشوف بال طبعا الناس، وكما عرضنا المقطع قبل قليل، التظاهرات واضراب معلمين وغيرها، حدثت كثير من الاضرابات في العراق، كثير من الكوادر ان كانت طبيه ان كانت تدريسيه غيرها لا يتحصلون على حقوقهم من رواتب، جهد شهر من العمل بنهايه الشهر يفاجأ بانه الراتب غير موجود، حكومه أخطأت بسياسات اقتصادية تقود إلى هذا الموضوع، قرب من الإفلاس وغيرها وغيرها. لماذا يتحمل المواطن هذا الموضوع؟ لماذا يتحمل المواطن عبء سياسات اقتصادية خاطئة أو صراعات سياسية مثل قضية كردستان وقضية المركز؟ محمد محمد زين، العبادي هذا الحاطين وهذا رئيس وزارة هذا ما يصلح راعي غنم. بالمؤتمر اللي صار بالكويت شنو اعترف؟ اعترف أن الخزينة فاضية. امريكا اعترف على علامه ان الخزينه العراقيه فاضيه. نعم. العراق معلومه للعراقيين يوميا يبيع 4 مليون مليون من غير البترول اللي ينسرق، من غير تسرقه ايران وتسرقه امريكا، البترول تسرقه ايران وامريكا. نعم. دليل على ان ايران وامريكا ما دفعوا بالمؤتمر اللي صار بالكويت. نعم. زين؟ فاذا هو اعترف انه الخزينه فاضيه، المواطن العراقي اكيد الحكومه تفوق من المواطن العراقي. اخي العزيز، في تقرير للبنك الدولي، بس تقرير خطير صدر من البنك الدولي، ان العراق بعد 3 سنوات ما يدفع راتب موظف، يعني تفلس الدوله العراقيه. صحيح. فاخي العزيز، العرب اللي يسرحون راعي غنم ويفشل ما يسرح راعي، ما يعرف راعي غنم، يغيرونه، فغيروا الموجودين هذولا اسوء بشر حكموا العراق، اسوء مله، لا هم يهود لا هم خنازير لا هم والله العظيم ما تعرف شنو من مله هذا. برايك ابو خالد، ما هي افضل وسيله للتغيير الموجوده حاليا في العراق؟ افضل وسيله للتغيير تغيرون كل الطاقه من الفاشل هذا، هذه افضل وسيله للحكام. هذه النتيجه أولاً. الوسيله ابو خالد، هذه نتيجه الوسيله، الوسيله نفسها برايك شنو؟ الشعب العراقي، كل الملل العراقيه بدون صفه معينه، كل الشعب العراقي، يعني اخي الهنود كم مله الهنود؟ عايشين وصين كم مله؟ نعم نعم. طول الناس يذبون الشيخ، يا لا عمره مدرسه لا عمر، بغداد فاضت يا اخي، مجاري ما بيها. صحيح. شكرا ابو خالد. نقرا رساله طبعا سريعه، يقول احد المشاركين: اخ محمد، هل توجد محافظه لا تشكي من الظلم والذل وانتهاك حقوق الإنسان، والسبب هو الذين يحكمون، هم عملاء وسراق وولائهم لإيران، حتى العمايم هؤلاء يضللون الناس باسم آل البيت والمظلومية، هل يعقل الشعب ساذج إلى هذه الدرجة؟ لماذا لا توجه الزيارات المليونية إلى سحل العملاء والسراق بالشوارع؟ أليس حب الوطن من الإيمان؟ كافي، ألا تستحون يا شعب؟ ينصح بتوجيه هذه الزيارات المليونية اللي تتم إلى النجف وكربلاء، بتوجيهها إلى المنطقة الخضراء من أجل سحل هؤلاء كما يقول العملاء والسراق، ويقصد هو طبعا السلطة. السيد أبو أيمن من عمان، تفضل. حبيبي، أسعد الله صباحك وصباح العراق الجميل. حياك الله. وصباح جميع المشاركين والمستمعين. اسمحوا لي بداية أن أتقدم باسمي وباسمكم بخالص العزاء إلى نيافة الحاخام خامئني بسبب ضحايا الطائرة التي سقطت اليوم في أصفهان. نعم. سيدي، أنا أخوكم، انقذوني أخوتي. فقد وصلت حكومة المزرعة الخضراء إلى عمان إلى بيتي، واقتحموه علي ووضعوني في زنزانة حديدية سوداء بلا ضوء، ضوءه الوحيد هو أنتم. وضح أبو أيمن، لا يضيء عتمتي إلا قناة الرافدين. يا دليم يا أهل الصينية، وينكم؟ حبيبي أوضح لك كلاتي، أنا قاعد ببيتي هلأ. ماشي. قناة الرافدين صار لها من يومين ماشي سودة، ما فيها
ما بتجيها على قمر النايل سات، على قمر النايل سات وقمر العرب سات على الاثنين يعني. طيب ان شاء الله سيكون هناك حل لهذا الموضوع. نعم هناك بعض الاشخاص سيد الكريم. نعم. هلا بدي ادخل بالموضوع اللي حضرتكم تفضلتوا فيه. تفضل سيدي. اقول لك الجوعان يقدر يدرس، الجوعان يقدر يشتغل، اللي رجليها الثانيه يقدر يشتغل، ما هو هذول المدرسين ماشي. نعم. والله يا رب يحفظهم من العراق ويحفظهم لشعب العراق. هذول المدرسين في كل العراق ماذا ياخذوا الرواتب؟ لانه خطيه، الدوله ما عندها فلوس، فلوس ما عندها عيني. ليش ما عندها فلوس ابو ايمن؟ ليش؟ برأيي هم ما عندهم فلوس، تدري، لانه يدوب الفلوس اللي عندهم يدفعوها للحاشيه والعملاء تبعينهم ويعطوا لايران الخاوه تبعتها. عينتيني. نعم. عينتيني. العراق ما عنده فلوس، الخزينه خطيه صفر. فانا برايي انه احنا كشعب كلياتنا يا ريت نتبرع كل واحد فد $100 مو اكثر للخزينه العراقيه، بلكي تدفع رواتب هالموظفين. بس يا خوفي اذا تبرعنا الخزينه العراقيه هم تنباق زي ما راح تنباق اذا اجى فلوس، اذا اجى فلوس من مؤخره النمس اللي هو امريكا والبقيه، إذا إجت فلوس فرح تنباق همينا. فما أتصور لا في إعمار للعراق. نعم. ولا في عراق حديث. عيني المي اللي طافت فيها العراق ماشي لحالها تسقي العراق، بس عيني وين تروح المي؟ وين تروح المي؟ المي ما راح تروح، المي راح تروح لدجلة. وإن شاء الله ولو ترفع 10 سنتي هم زين. حبيبي نعم. انتوا اهل العراق مو بحاجه لاحد. انتوا تسالوا كيف الحل؟ عين الحل الوحيد كل ما يحتاجه العراقيون ابو ايمن، كل ما يحتاجه العراقيون هو تدويل القضيه العراقيه للعالم، اظهارها العالم. العالم يحاول ان لا يسلط الضوء على القضيه العراقيه ولا يعلم العراقيون السبب. سيدي ما هو خلينا نحكيها بكل أمانة وما نبعد، العالم تحكمه الصهيونية العالمية، العالم جميعه من أقصاه إلى أقصاه تحكمه الصهيونية، يحكمه اليهود، تحكمه 12 عائلة موجودة في نيويورك. سيدي خلينا ما نكون عميان، خلينا نفتح زين ماشي. نعم. روحوا ارجعوا للقرآن الكريم تبعنا، ارجعوا لسورة الإسراء من الآية رقم 4 إلى الآية رقم 7 واقروها بتمعن، لا تتطلعوا على التزوير اللي صار بالتفسير اللي موجود، اقروها انتوا بتمعن يا عراقيين، انتوا أهل اللغة، انتوا أهل اللغة، اقروها بتمعن. روحوا اقروا التوراة أو العهد القديم، اقروها، شوفوا شو فيها بيحكي عن العراق، شوفوا شو فيها بيحكي عن ليبيا، شوفوا شو فيها بيحكي عن اليمن، شوفوا شو فيها بيحكي عن سوريا. عين تاني، هاي الدول الأربعة مذكورة بالاسم، مذكورة بالاسم بالأدبيات الصهيونية، بالعهد القديم، بالتلمود، موجودة بكل هاي الأدبيات اليهودية الصهيونية. سيدي اقروها بتعرفوا وين عدوكم. عدوكم مو امريكا، امريكا لعبه. عدوكم مو دول العالم، عدوكم مو مصر، هذول كلياتهم حثالات. عدوكم الحقيقي هو الصهيونيه. اشكرك ابو ايمن، شكرا جزيلا للمشاركه، وضحت الفكره. نقرا الرسائل كما قلنا سريعا. يقول أحد المشاركين العبادي باطل والمالكي. طبعا بالبداية يبدأ دمار اقتصاد العراق بسبب حزب الدعوة وبدر والأحزاب الشيعية حصرا، والعبادي استحقاقه راعي للأغنام. العبادي باطل والمالكي باطل والجعفري باطل وإياد علاوي يقول الأحسن. وجهة نظر أخرى أحسن السيئين يعني. طيب أبو فيصل من السعودية تفضل. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله. كيف حالك محمد؟ حياك الله أبو فيصل، أهلا وسهلا، تفضل. تحية لك يا محمد، تحية قناة الرافدين، تحية للقناة، تحية للمتصلين. حياك الله، أهلا وسهلا. بالنسبة للموضوع محمد، هو مو فجر ولا هي المشكلة، هي مشكلة حكومة، الحكومة فاسدة، حتى لو تتبرع الدول العربية مثل للشعب العراقي يصل هذه الحثالات مثل الحج. يعني أبو فيصل، أبو فيصل، الحكومات العربية، الحكومات العربية ما تعرف إنه السلطة الموجودة بالعراق سلطة فاسدة. والله يا محمد هذه المشكلة، هذا يعرفون. يعرفون، إذا لماذا يستمرون بدعم هذه السلطة؟ يعني هم يعتقدون، يعني الكويت مثلا، الكويت او العراق اذا ما دعموا الشعب العراقي الحكومه حكومه فاسده، وهي خطر مو بس على خطر على حق المجاوره، خطر على السلم العالمي اصلا، انه لا يوجد حكومه. ابو فيصل، الكويت ولا الامارات ولا السعوديه ولا قطر ولا اي دوله، البحرين، أيوه. اي دوله اللي تبرعت للعراق، أيوه. هذه الدول، أيوه. الا تخشى على اموالها؟ يعني الاموال مال هاي الدول راحت، ذهبت هذه الاموال، لن تعود. المملكه والدول العربيه كلها هي اخذت ضمانات، هي ما تسلم الحكومه. انا اسمع بالاخبار يقول لك فيها ضمانات، اسمع يقول لك فيها فوايد، ان شاء الله ما تسلم. بالنسبه لدولنا العربيه، تعرف ان الحكومه العراقيه حكومه تابعه لايران، وهي سوف اذا استلمت المبالغ هذا سوف تسير للدول العربيه المجاور، سوف تسلم الميليشيات، الميليشيات مجرمه تهدد الامن العربي. هذا المجال، نعم. الحكومة العراقية ما هي حكومة، هي عصابة ترفع صور الخامنئي. أنت أي دولة بالعالم ترفع صور الخامنئي، هذا الخميس اعتبره ساقطة. طيب، أنا أشكرك أبو فيصل. لمشاهدين الكرام، نذهب إلى فاصل قصير ثم نعود بعد ذلك، ابقوا معنا. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام. طبعا نكمل الحديث بهذا الموضوع سريعا. النائب محمد سعدون الصيهود يقول بأن مؤتمر الكويت لم يعقد لمساعدة العراق، بل عقد لإغراقه بالديون. هكذا يرى البعض، هكذا يرى، طبعا ترى شريحة من المجتمع أيضا، أن المؤتمر الذي عقد هو مؤتمر لإغراق العراق بالديون وليس للمساعدة. سؤال يطرح، هل فعلا كان هذا المؤتمر لمساعدة العراق؟ كيف ينظر المجتمع العراقي أو المواطن العراقي إلى هكذا نوع من المؤتمرات المعنية بإقراض العراق، بدعمه ماليا، بدعمه عن طريق استثمارات ومشاريع؟ يقول بأنه الصيهود يقول بأنه العراق بحاجة إلى 100 مليار دولار كمنحة لبناء وإعمار المناطق المستعادة واستكمال المشاريع الاستراتيجية في العراق، ويقول بأنه تخصيص مبلغ 30 مليار دولار بصفة قروض يعد صفعة مدوية لاقتصاد العراق الذي سيبقى يعاني ترهلا لسنوات طويلة، كما قال النائب محمد سعدون الصيهود. نستمع إلى رأي السيد أبو ناصر من تركيا. أبو ناصر تفضل. السلام عليكم أستاذ محمد. وعليكم السلام ورحمة الله. تحية لحضرتك ولكل كادر قناة الرافدين المحترمة. حياك الله، أهلا وسهلا. أخوي أستاذ محمد، كل اللي تقوم به الحكومة العراقية الظالمة هو ضد مصلحة الشعب، مو دفاعا عن إقليم كردستان. لا والله، الكل يعرف بأن إقليم كردستان استقبل ملايين من النازحين والمهجرين، نعم. وأغلبهم بسبب جرائم الميليشيات. يعني لما تمتنعون عن صرف رواتب المعلمين، كم عائلة حرمتوها من لقمة العيش
بهاي الظروف الصعبة ما فكرتوا بأن الشخص اللي تعاقبوه بقطع راتبه واستحقاقه والسبيل الوحيد لمعيشة عائلته شنو راح يسوي وشلون راح يتصرف ويوفر معيشة لعائلته؟ طبعا راح يلجأ لأي طريقة حتى إذا كانت هاي الطريقة أن يقوم بأعمال غير قانونية. صحيح. يعني بسبب الاستفتاء أستاذ محمد عاقبه وشعب بأكمله، المدارس مغلقة، يعني مثل ما تفضلت حضرتك 700,000 طالب قاعدين ببيوتهم، 50,000 مدرس ومعلم مضربين. نعم. لوين راح توصلون الشعب؟ لوين توصلون البلد؟ حتى التعليم حرمتوا الشعب منه. يعني تقبلوها على نفسكم لو على أولادكم، لكن لا والله هم يقبلوها لأن ما مهتمين، لأن أولادهم كلهم يتمتعون بدول العالم وهم متنعمين بأموال الشعب من خلال سرقاتهم واستحواذهم على كل خزينة الدولة، ويروحون يستجدون الدول لإعمار العراق ودازيلي 143 فاسد المؤتمر المانحين بالكويت. وبالمناسبة أستاذ محمد الأخبار تقول بأن الوفد العراقي اللي حضر للمؤتمر سوى أزمة حتى في فنادق الكويت لكثرة اللي حضروا وحماياتهم. يعني طيب. أبو ناصر سؤال، النائب محمد الصيهود يقول بأن مؤتمر الكويت لم يعقد لمساعدة العراق بل عقد لإغراق العراق بالديون، هل تتفق مع هكذا موضوع؟ يقول بأنه الموضوع هو حاجة العراق إلى 100 مليار دولار لإعادة الإعمار، ولكن أن يتحصل على 30 مليار دولار فقط هي صفعة للعراق، صفعة لهذه الحكومة، وهي محاولة لإغراق العراق بالديون، تتفق أم تختلف مع هكذا الطرح؟ والله أنا حكيتها قبل كم حلقة أستاذ محمد وقلت القروض اللي قدموها للعراق من خلال هذا المؤتمر والفوائد اللي راح تترتب على هاي القروض، هاي منو راح يتحملها غير الشعب اللي راح يتحملها؟ وراح تصير أزمة بالبلد وماكو موارد وراح يظلون يسددون بهالفوائد هاي وهالديون اللي هاي أخذوها وهالقروض اللي أخذوها، هاي كلها راح يتحملها الشعب أستاذ محمد. بس هم ما يهمهم أستاذ محمد، هم ما يهمهم كل شيء، اللي هامهم هو أنه يجمعون أكثر 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 مبلغ من المال ويطلعوه للخارج. أكو قسم من الشرفاء أستاذ محمد يستألون يقولون ليش إيران ما تبرعت بأي مبلغ للعراق؟ طبعا إحنا ما ننكر اللي قدمته إيران للعراق وللحكومة، والدليل هاي الميليشيات المنتشرة وتوفيهم بتثبيت الحكومة واعتقال كل شريف ووطني يرفع صوته وتوجيههم بتهجير كل سني وإتباع العراق الولايات السفية. أستاذ محمد والله الحل الوحيد هو ثورة عارمة، خلي نسميها ثورة جياع لإزاحة هاي الحكومة الظالمة. ولا وين نروح؟ المن نمطي وجوهنا؟ الناشد الرئيس الكوري الشمالي نقول له ضربهم فد صاروخين ثلاثة نووي وخلصنا من عندهم؟ يعني وين نروح؟ الله يخليك أستاذ محمد، والله العظيم الشعب تعب. ليش ساكتين لحد هسه؟ أنتوا ساكتين ودشوفون اللي دا يصير بحالكم، دشوفون الحكومة ايش دا تسوي والملال ايش دا يسوون والعمايم ايش دا تسوي والبرلمانيين ايش دا يسوون، مو أكلوكم أكل وأنتوا قاعدين بس تدقون وتلطمون كل ما يطلع معمم وقالكم لطموا 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 تلطمون؟ يعني ما فكرتوا بعوائلكم؟ ما فكرتوا ببلدكم؟ هذا العراق، هذا العراق العظيم. قلناها في وقت سابق أبو ناصر، أي شخص يشارك بهذه الجريمة ببقاء هؤلاء يرضى ببقاء الشخصيات الموجودة حاليا في السلطة، عليه أن يتحمل تبعات هذا الموضوع، عليه أن يتحمل 4 سنوات من حياته، من حياة أبنائه، ستثقل بالديون، بالمشاكل الاقتصادية، بالوضع الأمني المنهار، سيدخل العراق بكثير من المشاكل. من يرضى على نفسه أو لبلده أو لعائلته بهذا الوضع فليستمر بانتخاب هؤلاء، ومن لا يرضى عليه أن يتحرك، هناك وسائل كثيرة للتحرك طبعا. أكيد بالتأكيد أستاذ محمد، عدة وسائل موجودة للتحرك، والوسيلة الوحيدة اللي نخلص منها ذولا اللي تسلطوا على رقابنا هو بالثورة العارمة وإزاحتهم من البلد كلهم، وبالأساس المعممين وعلى رأسهم السيستاني. لازم يزيحوهم. العراق بلد عظيم ما يبقى يتحكم به شردمة فاسدة. إلى متى تبقون ساكتين؟ شكرا جزيلا أبو ناصر، أنا أعتذر منك طبعا، لدينا متصلين ينتظرون، أشكرك جزيل الشكر طبعا للمشاركة. سيد عبد الله من البصرة تفضل. السلام عليكم أستاذ محمد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وعلى قناة الرافدين نور العين. حياك الله. الله يحييك أستاذ محمد. بالنسبة لهذه الملحمة المؤتمر الكويت 30 مليار،
هاي قبل احنا من يحتاج الفلوس يقول انا راح ارهن البيت عند الصايغ، يعني مثل ارهن البيت الذهب الشيء ارهن على ما يصير واخذ، يعني مثل ما تقول ارجع له فلوسه. هاي يعني هو من الناس العراق مطلوب، وهذا الرهن ثلاث كامل كله، انت تقدر اشيل 30 مليار يعني دور المؤتمر الكويتي المفروض بس المحافظات المتضرره. المحافظات الباقيه شو يسوون رايحين؟ تدري شو يسوون بالفلوس هذول المحافظات هاي الجنوبيه راحت؟ انا راح اقول لك. نعم. هذول راح يروحون يسلمون الفلوس للمقاولين، لان اكو مشاريع ما كنا نعدها بالجنوب، والمقاولين قاعد يسوون مظاهرات يقولون فلوس ماكو، هذول راح يسلمون لهذول، ترى لا حد يعمر ولا شيء، هاي يخطر قلبي فيها الشعب العراقي وكله تدري. يعني المقاولين ابراهيم الجعفري ابو عبد الله السيد عبد الله ابراهيم الجعفري قبل المؤتمر قال بانه ما سيتم التحصل عليه في هذا المؤتمر من اموال ستوزع بالعدل والتساوي على العراقيين، هذا كلام ابراهيم الجعفري. اي هو صحيح، وزعوا بالعدل والتساوي للسياسيين المعدومين جماعتهم وخلوا العراق بدون فلوس ورواتب بالشهر السياسة أخذ 3 ملايين المكتوب مدري وين الميت بيران مقبرة سوى سياسي، هذا مو حكي، هذا هو عارف يحكي وتراشد شلون يتكلم. هسه أنا شايف وزير خارجي يكون حتى مثل ما تقول يعرف يتكلم اللغة الإنجليزية، حتى من يقعد ما يحط السماعة بداني، لا ما لقى مترجم، هو مترجم هو اللي يخرب، مو وزير خارجية ما عارف يحكي بالفصحى يجي يتكلم يقعد مال الكويت، هذا ما حكي. نعم. وليش يجيبوا قاعد يجيب طار العراق؟ لان امريكا لا تنتهي، امريكا هي دمرتنا وقاعد ما يجيبوا طار العراق، خاف يحكي، خاف امريكا ما تقبل، خاف يقول لك العراق، خاف يقول لك الحكومه ما تقبل، فلذلك هو هذا الحكي هو السبب اللي ساكتين دول العالم علينا. سيد عبد الله، سيد عبد الله، النائبة برلمانية هي عضوة اللجنة المالية النيابية نائبة نجيبة نجيب تقول العراق الداين من الداين، طبعا حكومة بغداد استدانت مبالغ مالية قيمتها 25 مليار دولار بالثلاث سنوات اللي مضت، يعني من فترة استلام حيدر العبادي للحكم. أشارت إلى أنه منح القروض هذا ما زال مستمر تابعنا قضية الكويت، ولكن 25 مليار اللي استلمها العبادي او استلمتها حكومه العبادي بثلاث سنوات اختفت وما حد يعرف هي وين. طيب بهيك حال احنا الاموال اللي دا تدخل للعراق ان كانت على شكل قروض ان كانت على شكل منح او غيرها، هاي الاموال لما تروح وما حد يعرف وين، منو اللي يتحاسب؟ منو المفروض يحاسب؟ والله ما دول يتحاسبون، هاي الحكومه تحاسب، يعني منو اللي يحاسب؟ الحكومة يحاسبهم، يعني شكلك ما تسلمين يحاسبهم الجامعة العربية، يحاسبهم الشعب، الشعب يقوم يحاسبهم يقول بيت تعالوا تمنى ذني فلوسنا وين هاي المنح وين هاي شو سويتوا بهم، وقلت لك راح يكون المقاولين الحكومة مطلوبة المقاولين بالجنوب راح يسلمونهم هذا المنحة يوم يوم مظاهرات ترى لا يعمون بين ولا شيء، وراح يفشوا العراق بعد أزيد بعد، وإحنا مطلوبين رجال الشمر المالكي سلم الموسم المحافظات اجى النفاد سلم المال والحال ام دول. اشكرك اشكرك سيد عبد الله، اشكرك شكرا جزيلا للمشاركه وضحت الفكره. نستمع الى راي السيد ابو محمد من بابل. ابو محمد تفضل، اهلا وسهلا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. حكومه العراق يقول الدين وفك بالدين والدين ردوه، هذا المثل يطبق على الحكومه العراقيه. نعم. لو كانت هناك محكمة مستقلة راضية على الفاسدين لكان البيت المال العراقي يتفوق على الشرق الأوسط، لكن المحكمة لم تفعل ولم تردع الفاسدين إلى يوم. قصدك القضاء بشكل عام؟ وهذا القضاء. قد نتصل مع محمد. المحكمة يعني القضاء، لو كان القضاء قضاء نزيها لا تحركت كل أدوات القضاء من أجل أن تسخر، طبعا من أجل ملاحقة ومحاسبة ومحاكمة كل من سرق أموال العراق. يخرج واحد مثل موفق الرباعي يبرر سرقة أخيه ويقول بأنه يريد يرجع للعراق، هسه هو يريد يرجع ويريد يرجع الفلوس اللي أخذها اللي انتشلها من العراق، لأنه شمل قانون العفو، قانون عفو تصدره هذه السلطة ليشمل كل سارق لأموال الشعب من سياسيين وشخصيات موجودة في الدولة، إن كانت على شاكلة مدراء أقسام مدراء عامين وزراء وغيرها.
قانون عفو يشمل كل لص في هذا البلد. يعني طبعا الحجة أنه يعيد الأموال التي أخذها. إن كان هو نفسه موفق الربيعي على سبيل المثال لا يعترف بالمبلغ الحقيقي الذي تم اختلاسه عن طريق أخوه اللي هو 20 مليار دينار عراقي، ويقول بأن الموضوع هو يعني أقل من ذلك بكثير، هذا المبلغ أقل من ذلك. قانون عفو لتبرير السرقات، لصوص يحملون أكثر من جنسية وأكثر من جواز سفر يتاح لهم السرقة في العراق والهرب بجواز سفر مختلف إلى دولة أخرى لا يحاسب في تلك الدولة، كثير من الأموال العراقية التي سرقت وتبريرات الآن طبعا تسهيل هذه الأمور، تسهيل عملية السرقة وكذلك الخروج من العقاب والحساب بشكل قانوني. معنا السيد أبو علي من كربلاء، تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يرضى عنك، الله يخليكم، أشكركم وأشكر المتصلين وأشكر قناة الرافدين الموقرة. أهلا وسهلا. الله يجعلها في ميزان حسناتكم. شكرا حبيبي جزيلا. إذا كان صاحب الأمر خصمي فكيف ألغي خصم؟ نعم. هاي الدولة حرامية، مجموعة حرامية بامتياز. وأمريكا عندما جابتهم للعراق قالت هذا العراق. فقدنا الاتصال مع أبو علي، نعتذر منه، فقدنا الاتصال. طبعا الظاهر أنه خلص رصيده. نقرأ رسائل سريعة. أحد المشاركين يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخي محمد، الحكومة في المنطقة الخضراء عبارة عن أدوات إيرانية. يكمل يقول: أغلبية أعضاء الحكومة شهاداتهم تزوير من سوق مريدي، سنتطرق إلى هذا الموضوع بعد قليل، قضية الشهادات. أحد المشاركين أيضا يقول: برنامج صوتكم السلام عليكم، الصهيونية زرعت الحقد بين العرب مع الأسف الشديد، الحقد والانتقام هو مبدأ التعامل الآن بين الدول العربية والعراق. الدول اللي شاركت في مؤتمر المانحين تعلم جيدا أن في العراق حكام عملاء، لكن لأن هناك حقد شديد على العراق لذلك هم يقدمون الأموال للفاسدين لكي يستمروا بتدمير العراق. الحقيقة مرة وصعبة. وجهة نظر، هناك من يتفق هناك من يختلف مع هذه الرؤية. طيب، بنت بغداد تقول: مؤتمر إعمار العراق لم يكن لفائدة العراق وإنما جاء لمنفعة الشركات والدول التي ستستثمر والتي ستقرض العراق. إذا كان أولي الأمر لا يهتموا لما يجري من ضرر لرعيتهم فلن يتطلعوا لإنصاف هؤلاء الناس المظلومين. لا حول ولا قوة إلا بالله. كثير من الرسائل سنحاول إن شاء الله أن نقرأها بهذه الحلقة. أبو ياسين تفضل. حياتي لك أخي قناة الرافدين. حياك الله، أهلا وسهلا. أخي رئيس الكويت، أنا مصدق عودي يريد يعمر العراق بهالولد؟ والله أنا أشك هاي لحظة. أبو الكويت يريد يظل على أساسه صاحب فضل على العراق، ويريد العراق يظل مديون. أنت تدري بدولة استلموا العراق من 2003 استلموا العراق، العراق ما بيطابوه بواقعة من مية المجارية عفوا خدمات لبيوته بكل المحافظات. كان أحسن العراق يعني احسن دوله عربيه يعني بكل العرب. زين انت يعني مصدق هذول امروا العراق؟ لو هاي لعبه هاي يعني هم لو سووا بالعراق. يلا هسه قول لي اي محافظه انت بالعراق، اي محافظه؟ اكو محافظه ما فلشوها؟ اخي هذول جايين على اساس حجه الاعمار راح ياخذون يعني 20 مليون، يعني خلنا اقول لك 150 مليار ياخذون يتقاسمون بيها. أخي دول يعرفون العراق بعد سنة فوق السنة سنتين راح تقوم ثورة عليهم، يقول لك احنا روحنا كل جمعنا في 20 مليار كل واحد 30 مليار روحنا كل عيش بيها. يعني شنو يعني هذا رئيس الكويت يضحك علينا يضحك علينا؟ أبو ياسين حتى لا نتهم أبو ياسين. أولا أنا أشكرك طبعا المشاركة، أعتذر منك، الوقت شارف على الانتهاء. الكويت احتضنت هذا المؤتمر، مشكورة لأنها طرحت موضوع لإعادة إعمار العراق. نحن نأخذ الأمور بحسن نية من هذه الدول، دول عربية شقيقة تظل بالأخير أخوة وأعزاء. ولكن العتب هو في كيفية دعم فاسد، كيفية تقديم هذه الأموال لشخصيات لديها كثير من ملفات الفساد ومتهمة بالفساد. نأخذ الأمور بحسن نية، لا نتهم أحدا. مؤتمر عقد هدفه هو إعادة إعمار العراق، أمور طيبة، ولكن المنفذ لهذه العملية اللي هي السلطة العبادي هذه هي التي يلقى عليها اللوم.
هذه التي هي تحاسب على كل دينار أو دولار دخل إلى هذا البلد واختفى من دون أن يعلم أين ذهب، ما هو مصير هذه الأموال؟ هذا هو العتب. عموما شكرا أبو ياسين. أبو عبد الله من لندن تفضل. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا. شكرا أخي محمد، أنت سأل سؤال من يعني الناخبين العراقيين ينتخبوا من، يعني من إذا ينتخبوا هؤلاء سيكون 4 سنوات نفس المشاكل، يعني نعم. السؤال يعني من هو الشخص المناسب حتى يقود العراق إلى بر الأمان؟ طيب هو هل تعتقد أبو عبد الله، هل تعتقد أن الموضوع منحصر في الانتخابات فقط؟ يعني التغيير لا يكون فقط عن طريق الانتخاب، كما قال أحد المشاركين التغيير بانتفاضة، ربما رأي أحد المشاركين معنا في البرنامج. أخي محمد، هو الموضوع أنا برأيي الموضوع أخطر من هذا، هو موضوع جلب الأمان إلى العراق وجلب الأمان إلى الشعب العراقي. تعرف السيستاني يعني من هناك معركة عقائدية طائفية على أرض العراق. نعم. السيستاني عندما يعني يصدر فتاوي يعني من هو لا يخرج، طبعا يعني يدعو الميليشيات إلى القتل، يدعو إلى 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 والتهجير القتل. إذا نحن وصلنا إلى الشعب العراقي يعني نعم. الإخوة الشيعة أن ينتبهوا إنه السيستاني عندما يقول إخواننا السنة ومن جهة يقول فقط صوت القائمة الشيعية، فهو لا أولا لا يخرج إلى اللطميات، هو من خلف الكواليس. يعني إذا كانوا إحنا إخواننا السنة يقول لا تقولوا إخواننا السنة بل قولوا أنفسنا، فخلاص إحنا إذا خرجنا معهم على مدار السنة هم لطميات، إذا نمسك إحنا نساعدهم، إذا نحن إخوانهم نلطم على رأسهم لطم 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 شوية، يعني يفيقوا يعني يتركوا هذا الفتنة الطائفية. يجب أن يعنوا إن إسلام واحد. أبو عبد الله أنا أشكرك، أعتذر منك، الوقت انتهى. سيد أبو عبد الله من لندن، إن شاء الله بإمكانك أن تشارك معنا في الحلقات القادمة، شكرا جزيلا. باختصار شديد وقراءة سريعة طبعا للمشاركين الإخوة اللي أرسلوا من جديد، أعتذر لن أقرأ الرسائل. يقول أحد المشاركين: أستاذ، أصبح العراق اليوم حاضنا للساقطين والفاسدين، وإحنا الشعب إن كنت لا تقبل بهذه السياسة انتفض وعبر عن غيرتك، إذا لم تفعل فأنت السبب في تدمير هذا البلد. أبو حسام النعيم يقول من بغداد طبعا، يقول بمناسبة الحديث عن القضاء العراقي وعدالته، محكمة في الكوفة تصدر حكما لصالح زيد بن علي بن الحسين ضد هشام بن عبد الملك بن مروان الذي توفي قبل أكثر من 1300 سنة، نطالب أي شخص يعرف عنوان المتهم إخبار مركز الشرطة. للأسف الشديد هناك فعلا هذه الحالات أو حالات كهذه موجودة في العراق، استرجاع الماضي وخلطه بالحاضر وتسبيب مشكلة أو خلق مشكلة ستؤثر بالمستقبل. مشاهدينا الكرام، انتهى وقت الحلقة، أنا أشكركم شكرا جزيلا لطيب المتابعة، نلقاكم إن شاء الله في حلقات قادمة، إلى اللقاء.